اخد اتصال من رشا. السلام عليكم ورحمة عليكم الله تعالى السلام وبركاته. ورحمة الله، أهلا وسهلا. ازيكم عاملين ايه؟ الحمد لله، انا سعيدة جدا جدا بجد اني بكلمكم بجد والله. شكرا. عارفة بحب قوي اكلمك او اتفرج عليكي، مش اكلمك، الله انا اول يخليك. مرة اتكلم بس اول ما اتفرج عليكي اي حد بيحكي حاجة بحس بتأثير وشك، بحس ان انتي يعني شكل الناس بجد. الله انا بشكرك يكرمك، بجد والله. شكرا لحضرتك والله، ميرسي، شكرا. انا بس عندي سؤالين لفضيلة اتفضلي. الشيخ. طبعا انا بشكر حضرتك على افادة حضرتك لينا في كل اللي حضرتك بتقدمهم لنا. ربنا يخليك يا فندم، شكرا. انا بس عندي سؤالين، انا اتفضلي. عندي سؤالين وهوجه رسالة لوالدتي عن طريقكم. اتفضلي. انا عايزاكم تتكلموا عن الامهات اللي بتسيب ولادها. البنات مش عيب، البنات عمرها ما كانت عيب على حد. بتسيبهم انا مش بمعنى عيب، ايه؟ انا بابايا توفى، يعني انا ما شفتهوش تقريبا، يعني ما يعني كنت مولوده بس ما وعدتش عليه. هو كان بيشتغل على سقاله ووقع وتوفى. والدتي اتجوزت غيره. حرفيا هو ده اللي انا اللي حصل، هو اللي هقوله. خدتني بهدومي وسابتني على باب عمتي، ما خبطتش ولا ادتني لعمتي. حرفيا عمتي رحمة الله عليها توفت من 6 سنين، ما كانتش سابت ابنها لجوزها لأنه يعني بالفعل طردني ورمني. أنا بوجه رسالة لأمي، أنا هي عايشة؟ محتاجة أم هي عايشة؟ عايشة. هو حضرتك عندك كام سنة؟ معلش أنا آسف. عندي 28 سنة، أقول صوتي يقول أكتر شوية. أنا عادي. قاعدة في البيت معلش. هو يمكن بس الحمد لله أنا يمكن قاعدة في البيت، وعشان كده قاعدة تلاقي بمعنى الناس إيه؟ ما بتتحركيش؟ لا مش بتحرك. أنا يعني عايزاكم تقولوا لها حاجة، يعني نفسي هي يوصل ما لها سألتش كده. عليكي طول ال 28 سنة؟ لا بتيجيلي كل شهر، بتجيلي كل شهر حرفيا من الشارع عشان تاخد نص معاشي. نص معاشك؟ ده ظروف صحية دي ولا ايه؟ انت عندك، انت ايه ظروفك الصحية؟ قوليلي. انا ظروفي الصحية ان انا حضرتك يعني الحمد لله الحمد لله ما عنديش قدمين الحمد لله. يعني انت مولودة من غيرهم؟ حادث من حوالي 10 سنين وفقدتهم، يا قلبي يا قلبي يا و قلبي. والحمد لله الحمد لله بفضل ربنا، فضل وف يعني يعني انت وفضل كنت عمي. مولودة كويسة، فأمك سابتك لعمتك، لعمتك وخلاص، وراحت اتجوزت حد تاني وخلفت وعاشت حياتها، وبعدين عملتي حادثة بعد 18 وانت عندك 18 سنة، بالظبط عملتي حادثة فقدتي فيها رجليكي. بالظبط طيب بالظبط. بتاخدي معاش من مين؟ معاش باخد معاش اللي هو بتاع والدي، يعني معاش عن والدي ان هو متوفي، وانا مفيش حد بيمسك عليا، فهي بتيجي حرفيا تاخد الفلوس. يعني لا انا مش عايزه فلوس، انا عايزها تقعدني معاها. لا ثواني، هي بتاخد الفلوس ليه؟ هي دي هو بتاخد معاشها يعني؟ ما مالهاش، لا ما هي ماليش ماليش بتاخد نص ماليش المعاش اللي معاشها. بيجي لبنتها كده، عنف بص يعني، عنف، ملهاش حق، اصل الحكومة ما بتديش بصي حد حاجة بتاعت ينفع غيره. هي لو ينفع تاخد كله وتقعدني معاها مش ما هو مشكلة. جوزها، ما هي أرملت، هي عشان اتجوزت فملهاش. اتجوزت ملهاش يعني. طيب وانتي طلبتي منها ده؟ هي انا بصحتها؟ الحمد لله ربنا عندها يديها كام الصحة. سنة؟ عندها 54 سنة. صغيرة مش كبيرة. طب انت انا طلبتي بس منها ده، قالت لك ايه؟ لا، هي تسيب لنا رقم تليفون والدتها واحنا قالت لي ان نكلم انا والدتها بعد البهوة. قالت قالت لك لي ان انا ان انا يعني مش هينفع عشان انت كبيره وزوجي واولادي وكده. كبيرة. ده سؤال. ها معلش السؤال التاني، انا عايزه اتفضل. اجيب حاجه على المعاش، يعني حاجه على المعاش، كارد على المعاش، وعايزه اعرف الفايده اللي هي بتتحط من كارد من بنك حكومي بمعاشي انا، بضمان معاشي انا. عشان عايزه اعرف تعملي ايه؟ تاخدي القرض تعملي بيه ايه؟ انا مش يعني عايزه حد يعني حد يفهم حاجه غلط، بس انا هجيب بيه حاجه طبيه لنفسي اقدر اتحرك عليها هترف بس صناعية يعني. طيب ان ماشي. شاء الله.
طيب ماشي حاضر، شكرا سيبي شكرا رقم جدا، تليفونك. طيب ورقم تليفون والدتك. واو.